طرح صراع دولي محتدم تجاوز حدود الزمان والمكان، جعل من ليبيا مصرحا لتنافس جيوسياسي على موارد الطاقة والنفوذ الاستراتيجي. قوى عظمى وأخرى إقليمية تتصارع في لعبة شطرنج دبلوماسية، كل منها يسعى لتعزيز موقعه وتأمين مصالحه في هذه البقعة الغنية بالنفط والغاز. أعتقد أن هذا المسلسل من التدخلات لن ينتهي إلا بتوافق الأطراف الفاعلة الوطنية الليبية على توحيد كلمتهم ضد أي تدخلات وقطع الطريق على كل الأطراف الدولية التي تسعى لتصفية حسابات بينها وبين دول كبرى ثانية على الأراضي الليبية. أنقرة تنشر نفوذها عبر الدعم العسكري واللوجستي وتعزز من تواجدها البحري في حوض المتوسط. أما روسيا تلعب على وتر القوة الصامتة التي توازن بين دعم الجيش الوطني الليبي وتأمين مصالحها الاقتصادية من جهة، فيما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتقليب أظافر النفوذ الروسي والتركي على حد سواء، حفاظا على مصالحها الاستراتيجية التي يعد استقرار مصادر الطاقة العالمية في المنطقة أبرز أهدافها. اليوم في أقوال كثيرة بأن السيدة خوري هي سوف تسلم الملف وهي سوف تقوم بإنجاز ملفات الانتخابات عبر الضغط الأمريكي لقطع الطريق على روسيا وتركيا. ونلاحظ حتى المشاكل اليوم موجودة ما بين الروس ومن الأوروبيين هي مشاكل كبيرة جدا. اليوم يحاولوا التسويق بأن روسيا سيطرت على القواعد العسكرية وهذا أمر غير موجود. ليس هناك قاعدة عسكرية واحدة للروس داخل المنطقة الشرقية أو الجنوبية، بل هناك تعاون على مستوى التدريب واللوجستي والفني. منذ ما يقرب العقد والنيف وحتى اللحظة، ليبيا ساحة للتجاذبات الدولية حيث تتشابك المصالح وتتعدد الأجندات. وفي ظل هذا الصراع يبقى الشعب الليبي معلقا بين أمل الاستقرار وواقع الفوضى، متطلعا إلى مستقبل يعيد لليبيا سيادتها ويحقق لها الاستقرار تحت قيادة واحدة. تبقى ليبيا في دوامة العمل السياسي والصراعات، الوقت ينفذ والحاجة ملحة للتوصل إلى حلول سلمية تنهي النزاع وتعزز الاستقرار. وفي ظل كل هذه التجاوزات التي تقوم بها دول خارجية سعيا منها لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب الليبي، يبقى المجتمع الدولي كيانا ضعيفا يقود الصراع ولا يبالي بإيجاد حل له. أحمد بن عاشور، اليوم، بنغازي.